قام والي ولاية بسة السيد ملاتي عطلة بالإفراج عن قائمة السكنات العمومية الإيجارية بمنطقة الدكان بعاصمة الولاية، حيث استفاد السكان من 1011 وحدة سكنية بصيغة الإيجار. وهذا الخبر أفرح العديد من العائلات التي تعاني من انعدام السكنات وأنهكها الكراء، خاصة أن الأغلبية لا يجدون لقمة العيش وتوفير أبسط الأشياء. بارك الله فيك، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي ينوب علينا وينوب على أمتي محمد كاملين. يا شعب يا شعب، اصبروا بالعقل، اللي دا الأول يدي ودا ثاني يدي، وتحية الزاير. ونقولوا نحن تحية الزاير برك. رحوهم والسلام عليكم. بارك في اللي هزوا السكنات كلها والعقوبة اللي مازالوا إن شاء الله، ونشكر السلطات وهذا مكان. عقوبة لينا إن شاء الله. عبر السكان عن مدى فرحتهم بهذا الخبر ودموع الفرح بادية على وجوههم، كما أكد والي ولاية بسة مولاتي عطلة عن إفراج قائمة أخرى تزيد عن 1000 سكن في الأشهر القادمة.